السلام عليكم، كنتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن حال وفي صحه جيده يا ربي. اليوم ان شاء الله غادي نوجد واحد المسي من الكاسكروت. كيف كتعرفوا الكاسكروت ديالنا كيكون شويه مختلف على الفطور، يعني ضروري ما تكون شي حريشه شي مسي منات هكا، فقلت علاش لا اللي ما نشاركاش مع المتتبعين ديالي الكرام. فان شاء الله هاد المسمنه ان شاء الله اللي غادي نوريكم، فهي صراحه كتجي رائعه، كتجي زوينه غزاله، ما شهيتكم فيها، فغادي ندوز نوريكم المقادير والطريقه كيفاش. فبالنسبه للمقادير كيف كتشوفوا، فانا عندي هنايا دقيق حسب الكميه اللي غادي ندير، عندي معلقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز، وعندي معلقه صغيره ديال الخميره كيماويه، وعندي شويه ديال الملح، عندي الماء سخون، وعندي سكر سنيده، وعندي كاوكاو دقه مرمشه، وعندي الزبده هنا مخلطه مع الزيت باش غادي نصايب نطلق الرغيفه ديالي. فغادي نجيب الدقيق ديالنا، غادي ندير فيه هذيك معلقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز ومعلقه صغيره ديال الخميره كيماويه، وغادي ندير شويه ديال الملح، وغادي ندير شويه ديال سكر سنيده صافي. وغادي نجمع العجينه ديالي. فالصراحه هاد المسمنه هذه اللي غادي نشارك معكم الصراحه كتجي زوينه، كتجي غزاله مقرمشه. فالصراحه من بعد ما جمعت العجينه نظفت سطح العمل، الصراحه كيعجبني نخدم اي حاجه هكايا، كيعجبني نخدمها على الرخامه، فكتلقاي راحتك وكت العجينه كتولي لينه احسن. من بعد ما عجنت العجينه ديالي كيف كتشوفوا، فانا غادي نغطيها ببلاستيك غذائي صافي، وغنخليها واحد المده، ومن بعد غادي نرجع نوريكم الطريقه كيفاش. دابا من بعد ما رتحت لي العجينه ديالي كيف كتشوفوا صافي، دابا غادي نشكلها على شكل كويرات صغارين، ماشي صغارين بزاف، بهذا المقدار هذا صافي. وغندوز نوريكم كيفاش غادي نصاوبها من فكما كتشوفوا، فانا شكلتهم هكا، جاوني اربعه صافي. غادي نغطي هادو ونحطهم في الجنب، غادي نغطيهم بالبلاستيك غذائي صافي، وغندوز نخدم هادي. فكما كتشوفوا فانا سرحتها بهذا الشكل هذا على شكل مربع صافي، وغندير فيها شويه ديال الزبده غادي نجيب شويه ديال السنيده، غادي ندردرها هكايا فيها كامله، وغادي نجيب كاوكاو حتى هو بنفس الطريقه صافي. كما كتشوفوا بهذه الطريقه انا سرحتها على شكل مربع ورقتها مزيان بالزبده، ودرت السنيده ودرت كاوكاو. غادي نجيب انا راه تقطعات لي واحد شويه لحقاش العجينه باقا ما طلقاليش مزيان. يلا كيف عجنتها، الا نتوما عندكم الوقت يعني عجنيها وخليها ترتاح واحد المده عادي يمكن لك صافي. غنبقى نمشيها هكا بهذه الطريقه هذه صافي. كي قلت لكم غادي نجيب واحد الطاوه ديالي اللي غادي ندهنها بالزبده والزيت صافي، وغادي نجي غادي نبقى نقطع الشكل اللي بغيتو نتوما، الشكل اختياري باش تقطعيها هكا، تقطعيها بهذا الشكل هذا، اولا تقطعيها هكا تجي هكا على شكل مستطيل، فانا بغيت نقطعها بهذا الشكل هذا الصراحه لان مستطيل دائما كنديرو بهذه الطريقه هذه صافي. غنبقى نسرح في اللاطه ديالي، انا غادي نعاود معكم وحده اخرى صافي. غنستمر في التوريقه ديالي حتى نورقها مزيان كيف كتشوفوا بهذا الشكل. قلنا غادي نديرو الزبده اللي هي مذوبه مع الزيت، من بعد غادي نديرو السنيده، ومن بعد السنيده غادي نديرو كاوكاو، كاوكاو بيستاج اللي عندك، كركاع، لوز، حتى الجنجلان اللي متوفر عندك في المطبخ ديالك، ماشي ضروري تكون الحاجه كما هي صافي. غادي نتني هكا
وغادي نعاود نتني صافي ونجمعها. كي قلت لكم صافي ونبقاو نقطعوها هكا. هذا الشكل صافي ونبقى نستف في الطاوة ديالي. فكما كتشوفوا صافي انا سبتها بهذا الشكل هذا. صافي دابا غادي ندخلها للفران وغادي نخليها تخمر، ومن بعد غادي نجبدها، غادي ندردر فيها شويه ديال السنيده من الفوق صافي، وغادي نشعل عليها الطيب. من بعد ما خمرت ليا المسمنه ديالي كيف كتشوفوا، فانا غادي ندير هكا فيها السكر غير من الفوق باش تجيني شويه حمامره. صافي غادي نستمر هكا حتى ندير فيهم كلهم، ومن بعد غادي نشعل الفران وغادي نخشيها غادي يطيب، ومن بعد غادي نوريكم الشكل النهائي ديالها. فهذا هو الشكل النهائي ديال المسمنه ديالنا كيف كتشوفوا. فالصراحه كتجي زوينه، كتجي مقرمشه، كتجي غزاله حتى في المذاق ديالها. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يعجبكم وديروه بصحتكم وراحتكم. الى فيديو قادم وفكره جديده ان شاء الله.